شيف محمد من تونس. مطعمنا مطعم القرصان. باش نسويو اليوم ان شاء الله ستيك بيف ستيك بالماش بوتيتو. بالنسبه للماش بوتيتو والبطاطا المهروسه لازم تكون ناعمه، ما تكون فيها يعني شيء، بطاطا تكون كامله، لازم تكون ما تفصل على المي، يعني تكون متماسكه، وهذه تساعد الشيف ولا تساعد الطباخ على اكمال يعني بقيه السيرفيس تبعه على اكمل وجه يعني ورضا الزبائن. في العاده المش بوتيتو العاديه لازمها يعني وقت تقشير وتقطيع وتطيب، يعني تاخذ من وقتك الاقل شيء نصف ساعه. بالنسبه للمش بوتيتو تبع كنور وفرت لي الوقت، توفير الوقت اول شيء، ما بتفصل على المي، ما بتفصل يعني حتى لو استعملناها بسرعه، ربح للوقت. طعمها ممتاز، لونها يعني بطاطا ناتور. طعم البطاطا الاصلي يتطلب وقت وشغل كثير. بطاطا كنور المهروسه تعطيني نفس الطعم والجوده بوقت اقل.